هل يجوز للمحرم أن يتغطى بالعباءة إن خشي البرد أو اللحاف؟ ما في بس يتغطى بالعباءة ويتغطى بالمطرحة ويتغطى بالكمبل والبطانية، ما يخالف، بس العباءة ما يدخل يديه فيها على صفة لبس، إنما يطرحها عليه طرحا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في أول فترة بلوغي ولا يغطي رأسه أيضا، لا يغطي رأسه. نعم.